يا صباح الخير. التعليم الافتراضي بالفترة الحالية وخاصة بعد التطور التكنولوجي اللي عم يزيد يوم بعد يوم والأزمات اللي عم تجبر الطالب يبعد عن مدرسته، هذا الشيء صار من الأمور الضرورية، يعني ما عاد شيء ترفيهي، خاصة كثير من الأطفال والشباب الموجودين خارج نطاق الحدود السورية عندهم رغبة باتباع المناهج السورية، وهذا كان الحل الوحيد بالنسبة لهم للتعليم الافتراضي. أكيد يا ماري، لهيك رح نحكي اليوم عن مدرسة الشمس النموذجية يلي تعتبر سباقة بتجربة التعليم الافتراضي وبمختلف المراحل التعليمية. رح نعرف تفاصيل أكثر عن المدرسة وطرق التسجيل والدفع من رئيس مجلس إدارة مدرسة الشمس التعليمية الافتراضية الأستاذ سلمان الشاعر وأيضا مديرة شؤون الطلبة هديل زهر الدين، ولكن رح نروح هيك ببرومو قصير لحتى نتعرف أكثر على المدرسة ونرجع لنبلش حوارنا. انطلق نحو مستقبل تعليمي متميز مع مدرسة الشمس الافتراضية. أنتم على وشك الانضمام إلى رحلة تعليمية استثنائية في العام الدراسي الجديد 2023-2024. بصفتنا محترفون في مجال التعليم الإلكتروني، نسعى جاهدين لتقديم أعلى مستويات التعليم عن بعد. لماذا عليك اختيار الشمس الافتراضية؟ مناهج إثرائية عالمية تلبي احتياجات الطلاب، فريق متخصص من المعلمين ذوي الخبرة، منصة تعليمية حديثة مخصصة للمدرسة وسهلة الاستخدام، أحدث تقنيات التكنولوجيا والتعليم المعتمدة دولياً. احجزوا مقعدكم اليوم واستعدوا لتجربة تعليمية متميزة تمكنكم من تحقيق نجاحكم واستكشاف إمكانياتكم. انضموا إلينا اليوم وشاركوا في صنع المستقبل. يسعد صباحك عن جديد. خليني بلش معك أستاذ سلمان، قبل حكينا عن المدرسة، خلينا نرجع نحكي عنها بشكل سريع وشو بتقدم خدمات لمراكزها بسوريا وغيرها. نعم، هلق مدرسة الشمس الافتراضية هي رديف لمجموعة الشمس التعليمية اللي هي موجود فيها التعليم العادي وبكافة المراحل والتعليم الافتراضي. طبعا مثل ما اسلفتم حضرتكم هلق عن موضوع التطور التقني والتكنولوجي الذي لم يكن التعليم بمنأى عنه، ونحن الان او بالعكس تماما التعليم هو من اهم القطاعات التي تاثرت كثيرا بتقنيات التكنولوجيا الحاضره وخصوصا التقنيات القادمه مثل تقنيات الـ5G. فالتعليم هو البند الاساسي الذي سيتاثر بهذا الجانب، وبالتالي كان وجب علينا نحن كمجموعة الشمس التعليمية منذ انطلاقتنا التي تتميزت بالحضارة والحداثة أن نكون من أوائل المدارس عالميا التي تسعى إلى تطبيق النظام الافتراضي في التعليم. وكانت مدرستنا الأولى انطلقت في العام 2017 حتى قبل أزمة كورونا وقبل يعني سباقة في التعليم ما قبل الجامعي. أزمة كورونا جاءت لتطور أو تتوج هذا الشيء بأن التعليم الافتراضي هو حقيقة ضرورية جدا. طبعا نحن مدرسة الشمس بحكم خبرتنا ومعرفتنا الكافية والكبيرة بهذا المجال استطعنا أن نبرمج المنصات الخاصة بنا بحيث اليوم أستطيع أن أجزم أنا كشخص موجود في التعليم التقليدي وموجود في التعليم الافتراضي أقول أن مدرسة الشمس الافتراضية حقيقة لا تقل مستوى وقيمة عن التعليم التقليدي، بل وفي بعض الجوانب ربما تكون سباقة من ناحية الدروس المسجلة واستغناء الطلاب عن الدروس الخصوصية. تمام، يعني اليوم ما فينا ننكر انه مع انتشار السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عم بيكون يمكن هالموضوع او التعلم الافتراضي هو يمكن شيء موجود ويمكن بمراحل ثانية يمكن يعتمد بشكل اساسي بكثير من الدول سواء العربية او الغربية. اليوم انا كأم موجودة خارج حدود الاراضي السورية، مثل ما بنعرف المدرسة بتضم المراحل العمرية المختلفة من صف الاول بداية، كيف بقدر اتواصل مع المدرسة؟ كيف بقدر انه اليوم انا سجل ابني ودائما اكون على اطلاع دائم بكل التفاصيل يلي بتخصه وبتخص دروسه؟
يسعد صباحكم. يسعد صباحك. هلق نحن متواجدين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لموقعنا الرسمي اللي رح يظهر حاليا على الشاشة. هذا الموقع سهل الوصول وسهل الاستخدام، بإمكان أي شخص يدخل لهذا الموقع ويتواصل مع فريق الدعم وخدمة العملاء فورا يتم الاستجابة والتسجيل. هلق التسجيل بصير مباشر عبر منصتنا، عبر المنصة الخاصة بمدرسة الشمس الافتراضية. تمام. هلق التسجيل سهل جدا وبسيط وسلس ودقيق بنفس الوقت. طبعا عبر المنصة. المنصة الخاصة للمدرسة. هلق أثناء عملية التسجيل ورفع البيانات والمستندات الخاصة بالطالب بيكون في دعم مباشر ومستمر من قسم التسجيل بالمدرسة. تمام. هلا بعد قرار اتخاذ التسجيل، شو هي التفاصيل المطلوبة مني وشو هي الطريقة يلي أنا بقدر بلش فيها 1 2 3 بدون ما أنا أضيع؟ طيب هلق مجرد ما دخل ولي الأمر على الموقع ودخل على زر التسجيل رح تطلع عنده جميع البيانات وجميع المستندات المطلوبة بالتفصيل. هلق المنصة الخاصة فينا بتدعم كافة الملفات والمستندات بأي صيغة بأي حجم بأي دقة. طبعا شرط هاي المستندات تكون واضحة. وشو بتتضمن؟ تتضمن البيانات الخاصة بالطالب، يعني إخراج قيد، يعني شهادة ميلاد، صورة عن جواز سفر الأب، صورة عن جواز سفر الأم، صورة شخصية للطالب، صورة عن الهوية، المستندات الخاصة، الثبوتيات الخاصة بهذا الطالب. تمام. اليوم مثل ما ذكرنا مع انتشار السوشيال ميديا أكيد التعليم الافتراضي هو يلي عم بيكون سباق وبشكل دائم. إذا بدنا نحكي اليوم عن طريقة التعامل مع الأطفال أو طريقة التعامل مع هدول الطلاب من مرحلة الطفولة للمراحل الكبيرة، كيف عم بيتم التواصل مع الأهل؟ في كثير من الأشخاص اليوم عم بيتابعوا هي الفقرة لأول مرة، حضراتكم كنتوا ضيوف معنا قبل ولكن ما بيعرفوا معلومات قبل عن المدرسة. إذا بدنا هيك نخبرهم معلومات كيف بيقدروا يتواصلوا مع الأساتذة، كيف بيقدروا يحصلوا على الدروس، كيف بيقدروا أنه يتابعوا أولادهم بشكل مستمر. هاي من أهم ميزات منصة الشمس الافتراضية، بأنه كل الملف تبع الطفل بيكون هو متوفر بأيدي الولي الأمر. من ناحية المنصة مثلا، فضل عن طريقة إعطاء الدروس ومنصة اللايف التي تكون تفاعلية مطلقة ما بين المدرس والطالب من خلال وسائل خاصة بمدرسة الشمس الافتراضية والوحيدة على مستوى سوريا. تمام. يكون هناك أيضا موضوع التواصل مع الأهل الإلكتروني، حيث عندما يعمل الطالب لوج إن على المنصة فهو يتم تسجيله حضور، وعندما يعمل لوج أوت يتم تسجيله غياب. حلو. أو إذا لم يعمل لوج، يعني هو يعني مثل إذا دخل الطالب على المدرسة فات على حضر دروسه. يعني تماماً. نحن عندنا نظام تماماً ولكنه تماماً. إلكتروني، يعني أكثر دقة، يعني دقيق جداً. هناك أيضاً نظام الوظائف، يقوم المدرس مثلاً برفع الوظيفة للطالب بموجب تاريخ، وأيضاً أيضاً هناك تاريخ يجب أن يسلم الطالب الوظيفة به إلى المدرس. إذا لم يقم الطالب بتسليم الوظيفة إلى المدرس في التاريخ المحدد ستأتي رسالة على الصفحة على المنصة نفسها، تأتي رسالة لولي الأمر بأنه ابنه لم يقوم بتسليم الوظيفة. يعني متابعة بشكل دائم 100%. مشان هيك أنا قلت لك أنه في بعض المفاصل المدرسة الافتراضية أكثر دقة وأكثر تطور من التعليم التقليدي الذي نعرفه نحن بشكل مباشر. أيضا من ميزات مدرسة الشمس الافتراضية وهو هذا الجانب الذي يقلق الأهل بعض الشيء، وخصوصا في المراحل العمرية المتقدمة، بأن أنا بدي أبعث ابني على المدرسة مشان يتفاعل، مشان يعني يشوف أستاذه، يشغل إيديه بهالمعنى. هلق تنمية المهارات الحسية عند الطفل بتتم بمدرسة الشمس الافتراضية، بحيث أنه يلزم الأهل متابعة ابن بالمنزل بتنفيذ النشاط أو تنفيذ الدرس الذي تم أخذه خلال الدوام. فمثلا إذا بتزوروا صفحتنا على الفيسبوك مثلا بتلاحظوا كثير من الفيديوهات اللي بتكون نازلة للطلاب، شلون هني عم بيطبقوا الدرس اللي أخذوه بالبيت وقديش الأهل مبسوطين. طبعا احنا يعني حتى بنشجع الأهل إنه
يعني شو ما كان يكون الفيديو اللي عم بتصوروه، شو ما كانت التقنيات الموبايل، شو ما كانت التقنيات هاي، نحن بالنهايه نحن منا استوديو، نحن مدرسي بهمنا نظهر نشاطات وتفاعلات ابنائنا. حتى لو غلط يعني ما حدا ما بيغلط، بده يتعلم تماما. لا بس انه تسلط الضوء قديش انت انه هذول الطلاب عم بيطبقوا هذا الدرس بشكل حقيقي بالبيت، وقديش هم مبسوطين فيه. يعني في اشياء، في فيديوهات حقيقه نحن يعني كانت مصدر اعجاب لنا، يعني انه ليك شو عم يشتغلوا هذول الطلبه ببيتهم. تمام. كيف المدرسه، مدرسه الشمس اليوم تتاكد من صحه ودقه المستندات المرفوعه؟ من قبل ولي امر الطالب، مجرد ما ضغط على زر السبميت هلا في فريق دعم توصلوا هاي المستندات وبيتأكد من صحتها، من دقتها، وبنخضوها على تعليمات القيد والقبول والنظام الداخلي التابع لوزارة التربية السورية. تمام. يعني نحن بالنهاية بدنا نشكركم على كل الجهود يلي عم بتقدموها. نحن على دورنا ما كان في كل هاي القصص، نحن كنا ننزل على المدرسة ست حصص، هلا صار دفتر وقلم. دفتر وقلم، بس تعرف أنا بحس إنه عن جد الدفتر والقلم والكتاب إلهم قد إيه أهمية كثير كبيرة بإنه الأشخاص يركزوا بطريقة أفضل، ولكن كل شيء بالحياة مثل ما بنعرف إله الجانب الإيجابي وإله الجانب السلبي. بدنا نتمنى لكم كل الخير، كل التوفيق وكل النجاح بكل خطواتكم. يسعد صباحكم، شرفتونا. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة الطيبة. شكرا لكم.